الزمالك والاهلي والوداد والرجاء في دوري ابطال افريقيا، شايف مين الاقرب للوصول للمباراه النهائيه والفوز باللقب؟ انا اتمنى ان الزمالك والاهلي يتقابلوا مع بعض في النهائي. وانا عايزك تشاركني في الموضوع ده، لان في الايام الاخيره بدات تبقى فيه مناقشات كتيره جدا وكلام كتير قوي. اتمنى فعلا ان الزمالك والاهلي يوصلوا النهائي، واتمنى ان الزمالك والاهلي يبقى مباراه نهائيه، واتمنى ان هي تقام في مصر. ما هي لو هم وصلوا للنهائي هتقام في مصر، ده لو وصلوا للنهائي ده يعني قرار أتمنى. يعني وحيث ان احنا هنا برضك في اسكندريه، فالتحيز، فانا هقول ايه، ان هي كمان تتعمل في اسكندريه هنا على اساس ان احنا نستضيف الاهلي والزمالك. وانت توافقني الراي ده؟ لا، هو استاد القاهره خدوا القاهره. يا ريت، اتمنى حتى لو برج العرب برضه، انت فاهمني؟ لا، انا نفسي ان الزمالك والاهلي. يمكن الدكتور محمد عبد الرازق كان بيكلمني، اللي هو مدير استاد اسكندريه، كان بيكلمني وقال لي انا اتمنى ان الاهلي والزمالك يلعبوا في الاستاد ده. الاستاد ده تاريخي، استاد اسكندريه، ده ملحمه استاد اسكندريه، ليه باع كبير جدا. طبعا. اللي انا كنت اقصده، ان انا كنت عايزك توافقني في المبادره ديت. ان تعالى نحط شعار للاهلي والزمالك، تعالى نقول ان احنا شجع فريقك واحترم فريقك واحترم الفريق الاخر. ان احنا شجع فرقتك وانتمي للنادي الاهلي او الزمالك، وحب ناديك وانتمي ليه وشجعه، لكن شجع فريقك واحترم الاخر. يعني شجع فريقك واحترم الفريق الاخر، دي حاجه محترمه. هو ده اللي احنا عايزينه. بس انا نفسي بالظبط، انا نفسي بتبقى مبادره، يمكن تبقى ما جاتش، ما يعني احنا مش متفقين على ان احنا نقول الكلام ده، لا خالص. لكن انا هي الكلام جاب بعضه. الكلام جاب بعضه، فخلينا ان احنا نعمل المبادره ديت، ان احنا شجع فريقك واحترم الاخر. واخد بالك، في سبيل ان احنا ما فيش حد يبقى سوس يدخل يعني يوسع الجبهات ما بين ده او لا. ده السوس ده هو، ان احنا فعلا السوس ده بيوجه مجالس ادارات دلوقتي. السوس ده بيوجه مجالس ادارات دلوقتي، وبيخلي قرار الصبح ويغير قرار بالليل، عشان نبقى واضحين. لا، بص اقول لك على حاجه. بص، شئنا ما بينا، النادي الاهلي او نادي الزمالك قمم كبيره جدا في عالم كره القدم، وتاريخ كبير جدا جدا. انا بحب نادي الزمالك، بس مش معناه ان انا اقعد اضرب في النادي الاهلي وانا كاره النادي الاهلي. الموضوع مش كده يا جماعه، الموضوع ان احنا في 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 تنافس، في تنافس. احنا مش في معركه. لو في معركه يبقى في قتال. ان احنا المنافسه ان انا بتنافس معاك، انا كسبتك انت كسبتني، انا خدت بطوله انت ما خدت البطوله، الموضوع ده. لكن في نفس الوقت ما قللش من قيمتك او من قيمه فرقتك. احنا بنشوف في اوروبا احنا